إذن تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن. مباشرة من هنا من مدينة بني ملال كنتواجدوا بالضبط أمام الثانوية التأهيلية الحسن الثاني. الحدث اليوم امتحانات الوطنية، الامتحان الوطني للباكالوريا موسم الدراسي 2023-2024. الباب تسد، يعني صونا الباب تسد في 8 بالضبط. احنا دابا في 8:03 ديال الدقائق، في انتظار نشوفو شكون هو التلميذ او التلاميذ اللي تعطلوا على الامتحان اليوم من امام بوابات وابواب الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بمدينة بني ملال التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، خنفرة، نيابة التعليم ببني ملال، نيابة الإقليمية ببني ملال. فغادي نشوفوا بطبيعة الحال واش غادي يجي شي واحد معطل لانه الباب تسد قبل لحظات قليلة من الان، فالابواب اغلقت. هنا متابعينا مشاهدينا الكرام، هذا الباب الرئيسي من كيدخلوا التلاميذ هنا في امام ثانويه الحسن الثاني التاهيليه، الثانويه التاهيليه الحسن الثاني بمدينه بني ملال، مديريه الاقليميه لبني ملال، اكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين لجهه بني ملال أخنفرة. فلحد الساعة متابعينا مشاهدينا الكرام ما جا حتى واحد معطل هنايا، فكل شيء دخل للقاعات ديال الامتحان وكل شيء جا في الوقت لحد الساعة واللحظة والدقيقة. غادي نمشيو معكم البوابة منين تيدخلوا الأساتذة فهاد البوابة، واش غنقدروا نلقاو شي واحد جا معطل اليوم. هذا كما قلت يعني بحضور السلطات المحليه، السلطات الامنيه والاباء والامهات ديال التلاميذ، فالكل حاضر هنا، يعني حتى بعد اللحظات ديال دخول التلاميذ المترشحين والمترشحات لامتحانات الباكالوريا الموسم الدراسي 2023-2024. فغادي نشوفوا البوابة الثانية أو البوابة الرئيسية من كيدخلوا الأساتذة، من بعد ما شفنا أن البوابة من كيدخلوا التلاميذ فهي ما جا حتى واحد معطل اليوم للثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة بني ملال. فغادي نشوفوا بطبيعة الحال البوابة الثانية للأساتذة والأطر التربوية، فخليكم معايا في هذا البث المباشر متابعينا مشاهدينا الكرام، وغادي نشوفوا ياك ما تعطل شي واحد او ممكن انه يكون تعطل شي واحد وداز للبوابه الثانيه. كما قلت متابعي قناه الشعب، قناه شوف تي في،
لحد الساعة، لحد اللحظة، لحد الدقيقة، هنا في الثانوية ديال الحسن الثاني التأهيلية لمدينة بني ملال. فحتى واحد ما تشمت هذا الصباح، ولا شي واحد نسى الكونفوكاسيون، ولا شي واحد جا معطل. فتأكدنا معكم بالصوت والصورة في هذا البث المباشر بأنه في البوابة ديال التلاميذ، فحتى واحد ما جا معطل أو جا دق الباب بعد ما صونات، يعني بعد ما صون المنبه وبعد ما تسد الباب، تم إغلاق الباب. فغادي نشوفوا في البوابة الثانية، يعني البوابة الرئيسية الثانية اللي كيدخلوا الأطر والأساتذة، أطر التربوية، لعل وعسى أنه يجي شي واحد من هذا الباب ولا من هذه البوابة. كما قلت أذكر كان تواجدوا متابعينا مشاهدنا الكرام في أمام أبواب بوابات ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة بني ملال. فراه إلا جا شي واحد معطل غيبان لينا هنايا في هاد البوابة. هادي بوابة ديال دخول الأساتذة والأطر التربوية، البوابة ديال دخول الأساتذة والأطر التربوية. ما جا حتى واحد معطل ياك؟ ما جا حتى واحد معطل؟ إذا كلشي دخل هنايا كيف ما كنشوفوا. هذه البوابة الثانية ديال دخول الأساتذة والأطر التربوية ديال ثانوية الحسن الثاني التأهيلية. وللإشارة أنا خريج هذه المؤسسة بطبيعة الحال، يعني خديت البكالوريا في 2010-2009 من هنا. ف جيد جدا، جميل جدا انه حتى واحد ما جا معطل اليوم، يعني والحمد لله كلشي داخل القاعات ديال الامتحان، كلشي بدا الامتحان ديالو في امان الله وحفظه. كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام، كنتواجدوا امام بوابات الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بمدينة بني ملال. فلحد الساعة، لحد اللحظة والدقيقة، هذه 8:08 ديال الدقائق بالضبط، فكلشي داخل القاعات ديال الامتحان، والامتحان يبدأ هنا في بني ملال. الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، الامتحان يبدأ هنا الحمد لله. يعني الحمد لله بأنهم يعني التلاميذ الممتحنين المترشحين المترشحات فهم دخلوا في أمان الله وحفظه لكل القاعات والحجرات أو مركز الامتحان. ياك ما تعطلتو؟ ما تعطلتوش؟ إذا كيف ما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام، فحتى واحد ما جا معطل اليوم هنا، والحمد لله. يعني كل الأمور مضبوطة لحد الساعة والدقيقة واللحظة. نتمنى من الله التوفيق والنجاح لكم. كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام، هنا في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة بني ملال أمور مضبوطة لحد الساعة والدقيقة واللحظة. حتى واحد ما بان جاء معطل هنايا، فكل شيء دخل في أمان الله وحفظه. جميع المترشحين والمترشحات المؤهلين لنيل شهادة البكالوريا، يعني المؤهلين لاجتياز هذا الامتحان، هذه المباراة الوطنية، فالكل داخل الحجرات والقاعات في هذا المركز ديال الامتحان ديال ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة بني ملال. بالتوفيق للجميع، دعواتكم معهم بالتوفيق للجميع إن شاء الله، بالتوفيق لجميع الممتحنين. فراه هنايا في بني ملال في مركز الامتحان ديال الثانوية التأهيلية الحسن الثاني، لحد الساعة، لحد اللحظة، لحد الدقيقة، فحتى واحد ما تشمت، حتى واحد ما تعطل، حتى واحد ما وقع ليه شي بلان كيف ما تيقولوا المغاربة. يعني اليوم البلان غائب، يعني كل الأمور مضبوطة. فبطبيعة الحال إجراء هذا الامتحان كيتم في ظروف حسنة، في ظروف عادية، بتواجد السلطات المحلية، بتواجد السلطات الأمنية، بتواجد كل تلاوين السلطات
طبيعة الحال. صباح الخير كدير. كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام، ما كاينش الشمس تطلع عمر هاد السنة بعدا في هاد مركز امتحان ديال الثانويه التاهيليه الحسن الثاني، ما كاينش الشمس وللاشاره والتذكير. فهاد القضيه وقعت معايا انا شخصيا، يعني موسم 2008 2009 فرات تسد عليا الباب في الامتحان الوطني للبكالوريا، يعني اول مره غنبوح بها الساده المشاهدين الكرام. فرات تسد عليا الباب ديال الامتحان ديال البكالوريا على جوج دقائق، 8 وجوج دقائق وصلت عند الباب، فتسد عليا الباب وعاودت عام جديد. هذه يعني طريفه وقعت معي سنه 2008.